بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وآخر أيدينا وقدوتنا ومعلمنا وشافعنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابه وأتباعه بإحسان وعلى مشايخنا وأساتذتنا وعلى من له حق علينا وعلى سائر المؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب يسر ولا تعسر. رب زدنا علما وحلما وفهما وعقلا. رب تمم بالخير والسعادة. والله ولي التوفيق ومنه التحقيق وبه التصديق. إنما الأعمال بالنيات والعاقبة للمتقين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم. طيب، ثم البحث عن صفة التكوين. سبق أن ذكرنا أن المصنف فصل من هذه الصفات الثمانية ثلاثة لزيادة النزاع والخفاء فيها. إذن أولا فصل من الثلاثة صفة الكلام وفرغ من تفصيله، ثم هذا صفة التكوين. والتكوين صفة الله تعالى أزلية، وهو تكوينه تعالى للعالم ولكل جزء من أجزائه، لا في الأزل بل لوقت وجوده على حسب علمه وإرادته، وهو غير المكون عندنا. هذا الذي ذكر المصنف الإمام النسفي رضي الله عنه في تفصيل صفة التكوين. هذا صفة التكوين مما فيه خلاف بين الأشاعرة والماتريدية. أما صفة الكلام وصفة الإرادة ليس في شأنها خلاف بين الأشاعرة والماتريدية، بل الخلاف في صفة الكلام بين أهل السنة والمعتزلة كما سبق، والخلاف في الإرادة سيأتي. نعم. ثم فإذا التكوين صفة الله تعالى. هو عرف التكوين أولا بقوله وهو المعنى الذي يعبر عنه بالفعل والخلق والتخليق والإيجاد والإحداث والاختراع ونحو ذلك، ويفسر بإخراج المعدوم من العدم إلى الوجود. نعم، التكوين المعنى الذي يعبر عنه. يعني هناك وردت عبارات كثيرة هي مترادفة، معنى كل هذه العبارات واحدة. هذا الذي أراد الشارح بهذا البيان، المعنى الذي يعبر عنه بالفعل. فعل الله تعالى، الله فاعل الفعل، كذلك كون. ثم الخلق، يعني خلق خالق، كذلك فاعل مكون. التخليق، إذن المخلق
الإيجاد، فإذا الموجد صفة الله تعالى، والإحداث والاختراع، فإذا المخترع المحدث، ثم ونحو ذلك ماذا أراد به؟ الإبداع والصنع هكذا. إذا المبدع صفة الله تعالى، الصنع الصانع صفة الله تعالى، ثم هناك يعني صفات بالمعنى الأخص منه، الترزيق، التصوير، الإحياء، الإماتة، هذا كما سبق. يراد بكل منها معنى واحد. يعني هنا الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية، هل معنى التكوين معنى إضافي أو صفة حقيقية موجودة في الخارج مثل العلم والحياة هكذا. الماتريدية قالوا أن معنى التكوين أو أن التكوين صفة حقيقية موجودة. الأشاعرة قالوا أن إن التكوين ليس صفة حقيقية بل إضافية، بل هذا أمر إضافي. فإذا إضافة بين الفاعل والمفعول، إضافة بين الخالق والمخلوق، إضافة بين المكون والمكون هكذا. يعني هذا التعلق. فإذا مبدأ هذه الإضافة كذلك يعني في ذاته تعالى هي القدرة عند الأشاعرة، أما عند الماتريدية قدرة شيء تكوين صفة أخرى، كما أن القدرة صفة حقيقية عندهم هكذا صفتان، وعند الأشاعرة هكذا صفة واحدة القدرة، هي مبدأ التكوين يعني مبدأ هذه الإضافة، مبدأ الإبداع، مبدأ الترزيق، مبدأ التصوير هكذا. يعني حينما عبر حينما بين الشارح أن المعنى الذي يعبر عنه بالفعل والخلق والترزيق والتخليق والإيجاد والإحداث، وفيه جواب عن سؤال، يعني السادة الماتريدية رحمهم الله تعالى قالوا إن التكوين صفة، لماذا؟ هناك يذكر يعني وجوه. أول يعني ينبغي أن يكون هذا دليل ذكرناه في الجواب عن المعتزلة في تعتيلهم ذات الله تعالى عن الصفات، يعني ذكرنا ممتنع اطلاق اسم المشتق على الشيء من غير أن يكون مأخذ الاستحقاق قائما به وصفا له، هكذا قال. فإذا لو قال هؤلاء في التكوين هذا ممكن يرد عليهم هذا الفعل أيضا يقال، وكذلك الخلق خلق أيضا يقال، الإيجاد أيضا يقال، يعني خالق يقال، فاعل يقال، يقال خالق، كذلك مخلق، موجد، محدث، مخترع، مبدع، صانع، هكذا يعني أسماء كثيرة كلها مشتقة. فينبغي أن يكون هذه كلها صفة مشتقة حقيقية حتى يصح إطلاق هذه الأسماء على الله تعالى. فإذن جوابا لهذا الإيراد والاعتراض قال أولا التكوين هو الذي يعبر عنه بالفعل، فإذن يقال فاعل هناك صفة حقيقية يعبر عنها بالفعل أو يعبر عنها بالتكوين، كذلك خالق، فإذن يطلق على الله تعالى اسم الخالق، هناك صفة حقيقية تسمى بالخلق، وكذلك يقال لها الفعل أو التكوين، كذلك محدث أو صانع أو مخترع أو مبدع هكذا أسماء، أسماء تطلق على الله تعالى. فإذا ينبغي أن تكون وراءها صفة حقيقية، لماذا؟ لأجل امتناع إطلاق اسم المشتق على الله على الشيء من غير أن يكون مأخذ الاستحقاق قائما به، يعني استدلالا بهذه القاعدة. ينبغي بإزاء هذه الأسماء صفة حقيقية حقيقية. إذن هم اعترفوا، لكن ليس هذه الصفات يعني على هدى على هدى،
واحدة على واحدة يعني بإزاء كل هذه الأسماء صفة حقيقية مستقلة ليس كذلك بل وراء إزاء هذه الأسماء صفة واحدة يعبر عنها بهذه الأسماء يعني هذه الأسماء مترادفة تطلق على مسمى واحد على مفهوم واحد ثم ويفسر والتكوين الفعلي الخلق التخليق إيجاد إحداث اختراع بدع كل هذا يفسر بإخراج المعدوم من العدم إلى الوجود هذا يفسر وهكذا قال يعني هذا تفسير التكوين هذا تفسير فقط أما مسمى التكوين ليس هذا بل هي صفة أزلية حقيقية عند سادة الماتريدية إخراج المعدوم من العدم إلى الوجود هذا قد بينا سابقا يعني عندما فسرنا الخلق ثم صفة الله تعالى لإتباق العقل والنقل على أنه خالق للعالم ذكرنا يعني أدلة كون الله تعالى خالقا للعالم مكون له ماذا قال مكون له هنا الخلاف في صفة التكوين ثم هذا إتباق العقل على النقل على ما على أنه خالق للعالمين يعني هذا البحث عن خالق العالم هناك استدللنا وذكرنا أدلة كونه خالقا لكن هنا في هذه المسألة التعبير بالتكوين والمراد منهما واحد يعني صفة حقيقية أزلية في ذات الله تعالى فإذا لإفادة أن الخالق ليس غير المكون ذكر قوله مكون له ثم وامتناع كذلك لإتباقي وامتناع إطلاقي هذا يعتبرنا لقوله إتباقي فإذا لإتباق العقل والنقل والامتناع إطلاق اسم المشتق على الشيء من غير أن يكون مأخذ الاشتقاق وصفا له قائما به فهذا نفس هذه العلة ذكرناها في الجواب عن المعتزلة في مسألة تعتيلهم ونفيهم صفات الله تعالى نفس لله لكن وهذه نفس التي يذكرها السادة الماتريدية في إفادة التكوين مع ذلك الأشاعرة لا يعترفون بهذه الصفة لماذا؟ هذا الخلاف كما سيأتي الإشارة أولا خلاف آخر يعني التكوين ما هو هل هو صفة حقيقية أو صفة إضافية فإذا الماتريدية قالوا هذه صفة حقيقية لو كان هكذا هذا علة صحيحة كما ذكرنا مع المعتزلة لكن لو كان التكوين صفة إضافية فلا يأتي هذا الامتناع هناك لماذا؟ لو كانت صفة إضافية فلا حاجة لقيام مأخذ الاشتقاق أين في هذا الشيء فإذا الإضافة يكون بين أمرين فإذا الإضافة لا تقوم بذات الله تعالى ولا بذات يعني العالم هنا الخالق هو الله تعالى المخلوق العالم فإذا الخلق يعني إضافة بين الخالق والمخلوق فهذه ليست قائمة بذات الخالق وليست قائمة بذات يعني بنفس العالم بل هذا تعلق بينهما مثل الضارب والمضروب الضارب والمضروب الضرب أين يقوم؟ الضرب لا يقوم في الضارب بل يقوم في الضارب الضاربية
كونه ضاربا، فكذلك في المضروب يكون كونه مضروبا أو المضروبية. أما الضرب يعني إضافة بينهما، كذلك الكسر يعني شيء رجل كسر شيئا آخر، فإذا هذا الكسر يعني هذا إضافة بين الكاسر والمكسور، كذلك الكتابة إضافة بين الكاتب والمكتوب، الأكل هو إضافة بين الأكل والمأكول، يعني الأكل ليست صفة حقيقية قائمة بذات الأكل، مثل السواد والبياض والحلو والحلاوة والمرارة، هذا السواد هو صفة قائمة حقيقية، كذلك العلم والقدرة هكذا، يعني هذا صفة قائمة بذاته، مثلا هذا زيد قادر على كذا كذا كذا، فإذا قدرة هي ملكة طاقة قائمة بذاته، لأجل ذلك يترتب منه يبدأ منه هذه المقدورات هكذا، هذا هو الفرق، لذلك هذا هذا الامتناع يعني لا يكون علينا، ثم على ما علينا ما أشر الأشاعرتنا، نحن من الأشاعرة لا بأس، ثم وصفا قائما به أزلية لوجوه، الأول أنه يمتنع قيام الحوادث بذاته تعالى لما مر، يمتنع قيام الحوادث هذا صحيح، لكن وهنا إضافة فقط كما قلت، لو كانت تكوين إضافة فلا بأس أن يقوم بذاته تعالى. الأول أنه يمتنع قيام الحوادث بذاته تعالى، يريد يعني يشرح هذا القول الكستلي في حاشيته، يريد أنه قد ذكر أنه صفة الله تعالى فيكون قائما بذاته تعالى، لو كانت صفة فتقوم بذاته تعالى، يعني صفة حقيقية، إذ لا معنى لقيام صفة شيء بغيره فتكون أزلية، لماذا؟ لو لم تكن أزلية فالحادث يكون يعني قديما، هذا كما سبق أن بينا، هذا من أنه هذا ذكر عصام الدين، من أنه لو قام الحادث بالقديم لزم قدم الحادث أو حدوث القديم، ولزوم قيام الحوادث بذاته تعالى لو لم تكن صفة التكوين أزلية بناء على ما سبق من وجوب قيامها بذاته تعالى، فلا فرق بينه وبين الوجه الرابع، نعم إلا أنه أبطل قيامها بهذه بغيره تعالى بالدليل وهنا بالبديهية. الجواب يعني سيأتي وساقرا إن شاء الله. فإذا هذا هو الوجه الأول، ثم الثاني أنه وصف ذاته في كلامه الأزلي بأنه الخالق، فلو لم يكن في الأزل خالقا لزم الكذب أو العدول إلى المجاز، ما هو المجاز؟ أي الخالق فيما يستقبل أو القادر على الخلق من غير تعذر الحقيقة، على أنه لو جاز إطلاق الخالق عليه بمعنى القادر على الخلق لجاز إطلاق كل ما يقدر هو عليه من الأعراض، هذا هو الوجه الثاني حسب رأيه، لأنه أن الله تعالى وصف ذاته في كلامه الأزلي يعني في القرآن بأنه الخالق، خلق السماوات والأرض كذلك خالق كل شيء هكذا، فلو لم يكن في الأزل خالقا لزم الكذب، لازم الكذب يعني هذا الوصف موجود قبل الخلق، فإذا زيد متى يكون ضاربا؟ لو ضرب قبل ضربه لا يكون ضاربا، متى يكون زيد عالما؟ بعد تعلمه، قبله يكون جاهلا، فإذا قبل تعلمه لو اطلق عليه عالم فهذا كذب، قبل ضربه لو اطلق عليه ضارب فهذا كذب، فإذا لو كان هذا حادثا
اطلاق الخالق عليه يكون كذبا. ثم او العدول الى المجاز، نعم لو عدل الى المجاز ماذا؟ لا يكون كذبا، اي الخالق فيما يستقبل هكذا. او القادر على الخلق، اما المجاز هكذا بإرادة ما يؤول، يعني فيما يستقبل هو خالق، او يعني بواسطة القدرة أطلق عليه اسم الخالق، يعني الخالق معناه هو القادر على الخلق. هذا ما المحذور من العدول إلى المجاز؟ هو يقول هذا محذور من غير تعذر الحقيقة. المصير إلى المجاز، الرجوع إلى المجاز متى؟ عند تعذر الحقيقة. هنا لم يتعذر الحقيقة، لأجل ذلك ذاك محذور لا يجوز. ثم وهنا ذكر تأويلين للمجاز، ثم هناك محذور آخر في هذا التوجيه الثاني للمجاز، هذا الذي يقول على أنه لو جاز إطلاق الخالق عليه على الله تعالى بمعنى القادر على الخلق لجاز إطلاق كل ما يقدر هو عليه من الأعراض. بينه القسطلي، ما يقدر عليه من الأعراض أي عليه تعالى، إطلاق كل ما يقدر هو عليه من الأعراض، هذا الإطلاق عليه عليه تعالى، نعم. فيقال أسود بمعنى القادر على السواد، يقال لله تعالى أسود، كذلك يقال لله تعالى أبيض بمعنى القادر على البياض، كذلك يطلق على الله تعالى كاتب متحرك إلى غير ذلك، لا شك في بطلانه. لأجل ذلك الخالق ليس بمعنى القادر على القدرة على الخلق، الخالق ليس بمعنى القادر على الخلق، نعم. ثم وليس بمعنى الخالق فيما يستقبل، لماذا؟ لعدم تعذر الحقيقة، نعم. فإذا من غير تعذر الحقيقة يرجع إلى الاثنين. ثم ثالثا، الثالث أنه لو كان حادثا فإما بتكوين آخر فيلزم التسلسل وهو محال، ويلزم منه استحالة تكون العالم مع أنه مشاهد، وإما بدونه فيستغني الحادث عن المحدث والإحداث وفيه تعطيل الصانع. ثالث ما هو أنه لو كان حادثا فإما بتكوين آخر فيلزم التسلسل وهو محال، هذا تسلسل محال، ويلزم منه استحالة تكون العالم، لماذا؟ هذا تكون لا تكوين محال، لو كان التكوين حادثا فيستند إلى تكوين آخر، وهذا الثاني أيضا يستند إلى تكوين آخر، هو أيضا حادث وهو أيضا من تكوين آخر، وهو حادث وهو أيضا بتكوين آخر، فإذا يتسلسل. فإذا أول هذه التكوينات محال، لو كان محالا لا يوجد العالم، كيف وجد العالم بالتكوين؟ هذا تكوين محال فلا يوجد العالم، لكن هذا عالم نحن نحس بوجوده ونحن من العالم، نعم. ويلزم منه استحالة تكون العالم مع أنه مشاهد، عالم مشاهد موجود عندنا. ثم وإما بدونه، يعني هذا لو كان التكوين حادثا وهو إما بتكوين أو بدون تكوين آخر فيستغني الحادث عن المحدث، يعني هذا تكوين حادث ثم هو غني عن المحدث والإحداث وفيه تعطيل الصانع، تعطيل الصانع يعني عن الصفة، كذلك يكون تعطيل الصانع يعني عن خلق العالم، عالم موجود هو حادث يستغني عن المحدث والإحداث، فالله سبحانه وتعالى يكون معطلا عن الصنع والخلق والفعل هكذا. ثم وجه الرابع والرابع أنه لو حدث على حدث إما في ذاته فيسير محلا للحوادث، لو كان هذا التكوين حادثا فيسير، فأين يحدث؟ إما في ذاته أو في غيره، فيسير محلا للحوادث، لو كان هذا حادثا في ذاته فذاته تعالى محل للحوادث. سبقا ذكرنا أن الحوادث لا تحل
ذاته لا تقوم بذاته لا يكون ذاته محلا للحوادث سبقا بينا أو في غيره يعني يكون حادثا في غير ذاته كما ذهب إليه أبو الهذيل ماذا قال من أن تكوين كل جسم قائم به تكوين كل جسم قائم به يعني قائم بهذا الجسم المكون ليس قائما بذات المكون تعالى بل هو قائم بجسم المكون فيكون كل جسم خالقا فإذا لو كان التكوين قائما بذات المكون فيكون المكون مكونا أيضا لماذا؟ هذا صفة قائمة بذاته فإذا من قامت به صفة فيطلق عليه هذا الاسم فإذا من قام به الخلق وهو الخالق من قام به التكوين وهو المكون من قام به السواد وهو الأسود من قام به الحمرة فهو الأحمر كذلك هنا أيضا يكون المكون مكونا وخالقا لنفسه هذا محال ولا خفاء في استحالته نعم فإذا هذه الأربعة لا تتوجه ولا تكون على الأشاعرة لماذا؟ الأشاعرة قالوا أولا التكوين ليست صفة حقيقية بل هي إضافية لو كانت صفة حقيقية يثبت بهذه الوجوه الأربعة أنها أزلية ذكر الإمام العلامة كستلي رحمه الله جوابا عن هذه الوجوه الأربعة أما الأول فلأنه لا يمتنع قيام الأمر الإضافي المتجدد بذاته تعالى أولا هو قال يمتنع قيام الحوادث بذاته متى هذا لو كانت الحوادث صفات حقيقية أما لو كانت الحوادث أمورا إضافية متجددة يعني كتعلقات القدرة نعم كذلك تعلقات العلم هذه معلومات كذلك تعلقات الإرادات هذه مرادات كلها قائمة بذاته تعالى هذا ليس بمحال نعم هكذا أجاب عن الأول أما الثاني فلأنه لا يلزم من كونه خالقا في الأزل وجود صفة حقيقية فيه لماذا؟ إذ الخلق والتكوين والإيجاد أشباهها من الأمور الإضافية نعم فإذا الجواب عن كل هذا أن هذه الوجوه تستقيم متى لو كانت تكوين صفة حقيقية لو كانت إضافية فلا يرد نعم فلا يثبت به هذه المحذورات نعم فلا يلزم منه هذه المحذورات وأما الثاني فلأنه لا يلزم من كونه خالقا في الأزل وجود صفة حقيقية وخالق في الأزل لكن وجود صفة حقيقية لا يلزم منه إذ الخلق والتكوين والإيجاد وأشباهها من الأمور الإضافية متى يلزم وجود صفة حقيقية لو كان الخلق صفة حقيقية لكن هنا الخلق إضافية ثم أما الثالث فلأن الإضافات لما لم تكن موجودة لم يحتج في تجددها إلى التكوين يعني هذه التكوينات فلأن الإضافات هذا تكوين من الإضافات الإضافات لا تحتاج في تجددها إلى تكوين آخر مثلا هذا تعلق القدرة كذلك تعلق العلم تعلق السمع والبصر كل هذا يحتاج إلى تكوين لا يحتاج إلى تكوين لو كان يحتاج إلى تكوين يقال نفسه هناك أيضا فإذا يعني يلزم هذا المحال ثم الرابع فلما مر في الوجه الأول ما هو الرابع يعني هو سأل ذكر
هو حادث لو حدث لا حدث إما في ذاته أو في غيره، نقول هذا حادث لكن في ذاته. لماذا؟ هذه معنى إضافي، أمر إضافي، صفة إضافية، هذه تقوم بذاته. بينه عصام الدين أيضا هذا أيضا، الأول أنه يمتنع قيام الحوادث، من أنه لو قام الحادث بالقديم لزم قدم الحادث وحدوث القديم، ولزوم قيام الحوادث بذاته تعالى لو لم تكن صفة التكوين أزلية. لزوم قيام الحوادث بذاته متى؟ لو لم تكن صفة التكوين أزلية، بناء على ما سبق من وجوب قيامها بذاته، فلا فرق بينه وبين الوجه الرابع إلا بأنه أبطل قيامها بغيره، أبطل قيام الصفة بغيره تعالى بالدليل وهنا بالبديهة. هذا هو الفرق بين الأول والرابع. نعم. ثم ومبنى هذه الأدلة، مبنى هذه الأدلة يعني هذه الوجوه الأربعة على أن التكوين صفة حقيقية كالعلم والقدرة. نعم. هذا عند سادة الماتريدية. والمحققون من المتكلمين، يعني الإمام الأشعري والأشاعرة ومن تبعهم، هؤلاء المحققون من المتكلمين على أنه من الإضافات والاعتبارات العقلية. تعبير الشعر بالمحققون من المتكلمين يدل على أنه مائل أو مرجح لهذا الرأي. نعم. رغم أنه حنفي ماتريدي، الإمام التبتازاني رحمه الله حنفي ماتريدي، مع ذلك في هذه المسألة كأنه يرجح رأي سادة الأشاعرة. نعم. على أنه من الإضافات والاعتبارات العقلية، مثل كون الصانع تعالى وتقدس قبل كل شيء ومعه وبعده، ومذكورا بألسنتنا ومعبودا لنا ويميتنا ويحيينا ونحو ذلك. إذن يذكر نظير للاعتبارات العقلية والإضافات، مثل كون الصانع قبل كل شيء، كان الله قبل كل شيء، هكذا ورد في الحديث، كان الله قبل كل شيء. فإذن هل يجب وراء هذا صفة حقيقية بذاته تعالى؟ لا، لم يقل به أحد، يعني هنا إطلاق كان الله قبل كل شيء. لذلك هل يجب إزاء هذا صفة حقيقية؟ لا، بل هذا إضافة، يعني الله تعالى موجود أزلا وسائر الأشياء يعني حادث. فإذن هناك اعتبار بين وجود الله تعالى وبين سائر المحدثات، هذا هو. كذلك يقال كان الله مع كذا بعد كذا، يعني وجوده أبدي. كذلك يقال كون الصانع مذكورا بألسنتنا، كذلك معبودا لنا، يميتنا يحيينا ونحو ذلك، يعني خالقنا رازقنا. فإذن لا يلزم من اطلاق هذه الأمور، هذه الأفعال أو هذه الصفات، هذه الأسماء على الله تعالى صفة حقيقية. لماذا؟ هذه اعتبارات إضافات فقط، والحاصل في الأزلي. لذلك فهذه الأدلة الأربعة لا تتوجه على الأشاعرة. لماذا؟ تلك أدلة بناء على أن التكوين صفة حقيقية، والمحققون على أنها ليست صفة حقيقية بل إضافية واعتبارية. والحاصل في الأزل هو مبدأ التخليق والترزيق والإماتة
واللحية وغير ذلك. ولا دليل على كونه أي التكوين صفة أخرى سوى القدرة والإرادة. والحاصل في الأصل، فإذا هكذا نقول الله تعالى كون الله أو كون الصانع قبل كل شيء مع كل شيء بعد كل شيء، كذلك يقال كون الصانع مذكورا بألسنتنا، كون الصانع معبودا لنا، كون الصانع يحيينا يميتنا، هكذا يقال يبدعنا يخلقنا يرزقنا، هكذا يقال. ومع ذلك ما هو الحاصل في الأزل، يعني ما هو الثابت في الأزل بإزاء هذه الإطلاقات، ما هو الموجود في الأزل؟ الموجود في الأزل هو مبدأ التخليق، مبدأ الترزيق، مبدأ الإماتة، مبدأ الإحياء وغير ذلك، يعني مبدأ الإيجاد، مبدأ الإبداع، مبدأ الاختراع. ما هذا المبدأ؟ عند الأشاعرة القدرة، القدرة يعني ليس صفة مستقلة أخرى. عند سعادة الماتريدية هذا المبدأ صفة حقيقية أزلية، هذا هو الفرق. نعم. ولا دليل على كونه أي التكوين صفة أخرى سوى القدرة والإرادة، فإن القدرة وإن كانت نسبتها إلى وجود المكون وعدمه على السواء، لكن مع انضمام الإرادة يتخصص أحد الجانبين. فإن القدرة يعني لا دليل على كونه، كون التكوين صفة أخرى يعني سوى القدرة والإرادة، هناك قدرة وإرادة. ثم فإن القدرة، هذا قوله فإن القدرة هو جواب النيران عما يقال، ماذا؟ إن مبدأ الإيجاد لا يجوز أن يكون هو القدرة، لأن أثرها صحة الفعل والترك من الفاعل، أثر القدرة هذا صحة الفعل والترك من الفاعل، فيكون نسبتها إلى الطرفين على السواء، فلا بد من صفة أخرى تخصص أحد الطرفين. من هذا التوجيه أثبتوا صفة التكوين، ومن نفس هذه التي أثبتنا صفة الإرادة، فصفة الإرادة غنية عن صفة الحقيقة التكوين، يعني صفة حقيقية. نعم، هذا هو الجواب. فإن القدرة وإن كانت نسبتها إلى وجود المكون وعدمه على السواء، فإذا يجب مخصص لوجوده وعدمه، لكن مع انضمام الإرادة يتخصص أحد الجانبين، جانبين يعني جانبي الوجود والعدم، ثم بعد ذلك لا حاجة إلى صفة. يعني سبق أن ذكرنا بينا هذا التعدد والتكسر يقتصر على القدر الضروري. فإذا هذا التعدد والتكسر ظاهرا يخالف التوحيد، فإذن عندما وجدنا يعني نص الآيات والأحاديث على هذه الصفات، إطلاق هذه الأسماء على الله تعالى، ذكرنا أن ذاته تعالى متصفة بهذه الصفات، هذه صفات حقيقية أزلية قائمة بذاته تعالى، لكن لا نقول بكل هذا الاسم المنصوص، لا نقول وراء كل هذا الاسم المنصوص صفة حقيقية، لا نقول به، بل نقتصر على القدر الضروري. فإذا لا حاجة إلى إثبات صفة في إزاء التكوين أو إزاء الخلق أو إزاء الإحياء والإماتة والترزيق والتخليق هكذا، بل يمكن إرجاعه إلى مبدأ القدرة مع الإرادة، لذلك لا نكسر هذه الصفة، هذه قاعدة. نعم.
ثم لا إله هذا أشار الشارح بقوله لا دليل على ما على كونه صفة أخرى سوى القدرة والإرادة. لو كان هكذا دليل قطعي نقول به وإلا لا نقول به، نقتصر على القدر الضروري في تعدد الصفات في تعدد الواجبات في تعدد يعني القدماء. نعم. ثم وهو تكوينه تعالى للعالم ولكل جزء من أجزائه لا في الأزل بل لوقت وجوده على حسب علمه وإرادته. نعم هذا نقرأ بعدين. توطية لهذا المتن ذكر الشارح ولما استدل القائلون بحدوث التكوين. وآخر دعوانا.